السلام عليكم. معنا الآن مصنع إنتاج علب الماء الصحة. تشوفون الصغيرة هذه علب كما ترون، هذه هي العلب، حتتشكل إلى علب صحة. تلاحظون تدخل في الفرن، هذا أول مرحلة، وتتسخن. نلاحظ كيف توضع في الفرن، وأول ما تخرج من الفرن كما ترون الآن بدأت تخرج، يأخذها على طول. أول شيء يعبي الآن، تدور ولين تخرج من الجهة الثانية وهي ساخنة. لاحظ إذا خرجت الآن يشيلها وهي جاهزة، أخذها هي وضعها في هذا الشكل في القارب، وتتشكل إلى الماء الصحة. تصير لك بهذا الشكل، لاحظوا كذا، ها هي نفسها بهذه العلبة كما ترى أقصى اليمين. توقف قليل، شوف الآلة الثانية. الآلة الثانية هذه تخرج من الفرن، نفس القصة. هذه الزرقاء الصغيرة توضع هنا ويتم الضغط عليها، وفي ثواني تتشكل لنا إلى أن تصبح الماء الصحة الكبير كما ترون هذا الشكل. بدايتها هي علب فاضية، خلينا نطلعها من الكرتون. بعدين توضع في هذا الفرن، شوفوا بعد ما خرجت الآن، نشوف لا إله إلا الله، طلعت بهذا الشكل. لاحظتوا كيف دخلت في هذا الفرن، قطعة صغيرة من لون أزرق يضعها وخرجت. هذه الآلة تقريبا قيمتها 7400 دولار، بينما الآلة الأولى، الآلتين طبعا، الفرن مع الحقن بالهواء أو الهواء الساخن أو النفخ يسمونها، أو الآلة الثانية تنتج جميع العلب البلاستيكية. شكرا لكم.